مشاهدنا في كل مكان، تحية ومحبة واحترام عبر هذه الظلال الوريفة. نلتقي مجددا في تيم الأحد اليوم بعدد من الفقرات الجميلة والمختلفة، واللي بالتأكيد بتفيد كل المشاهدين على ربوع وطننا الحبيب. ومجموعة من الفقرات اللي ممكن احنا نقدمها اليوم حتكون أولى فقراتنا اليوم مع الشاعر محمد عبد الحليم، بطل مسابقة الشعر العربي الدولية. وكمان عندنا فقرة مهمة جدا حنتكلم فيها مع آمال عبد المنعم محمود، وهي واحدة من الفنانات التشكيليات في السودان. وحنختم مشاهدينا بفقرة جميلة جدا، فقرة غنائية حتكون معنا موجودة من خلال هذا المساء للفنان الشاب محمد البوشي، وعدد من الفيديوهات المختلفة اللي فيها فقرات جميلة ومميزة من خلال هذه الظلال. ودائما أنا بتعجبني جدا 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 الثلاثية ما بين إسحاق الحرنجي رئيس جمهورية الحب والبلابل وبشير عباس، ولحن جميل وكلمات متفردة الآن على الهواء. مشرفة، أهلا بكم. اللي بيسأل ما بتقدر، إن إحنا قريب
مجبور علينا ونحن مجبورين عليك. تحية للفنانة الشابة صباح عبد الله، وتحية لكل الناس اللي بتتابعنا عبر هذا اللقاء وعبر هذا المساء وعبر هذه الظلال الوريفة اللي دائما بتجمعنا بكم كل يوم كل مساء.